نحكي عن نزلات البرد والإصابات الفيروسية اللي بتصيب الصدر بفصل الشتاء. اليوم نحن الكل ملاحظ أنه نحن ما عم نثبت على طقس ثابت، يعني عم نعيش اليوم بأربع فصول، أحياناً الصبح عم يكون شوب وبنهار شوية برد. هذا التقلبات بالطقس عم تأثر على جسم الإنسان، عم تأثر على مناعته، وهذا الشيء بيؤدي أنه الفيروسات بتقدر تهاجمه بكل بساطة وتسبب له بعض الحالات الفيروسية الصدرية. صحيح يا رشان، كان بهي الفترة دائما من السنة مثل ما ذكرتي مع انخفاض درجات الحرارة عم نشوف دي عم بيكون في قريب، بنقول موسم اللي قريب، نزلات البرد والرشح اللي ممكن تكون موجودة، أو حتى الالتهابات، القصبات والأمراض التنفسية والصدرية يلي ممكن تصيب أي حدا فينا. ولأنه صحتكم بتهمنا مشاهدينا، دائما بنختار تكون فقرتنا الصباحية الأولى عن المواضيع الطبية والصحية، لنعرف أكثر مشاهدينا شو هي أكثر الأمراض التنفسية الشائعة خلال فصل الشتاء وكيف ممكن نعالجها. تفاصيل طبية مهمة مع ضيفنا اللي صار ضمن الاستوديو الدكتور مازن قصيباتي، اختصاصي بالأمراض الصدرية. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك حكيم، وأهلا وسهلا بحضرتك. دائما فصل الشتاء بتتكرر هي الحالات عند الكل، يعني ما حدا مستثنى منها اليوم، ولكن خلينا نروح مع حضرتك لأكثر الحالات شيوعا يلي بتصيب الإنسان بفصل الشتاء. شكرا للإخبارية السورية، شكرا لكم لإتاحة الفرصة اللطيفة. الصباح الحلو، الصباح قريب بالجميل، حلو. يسعد صباحك حكيم، أهلا وسهلا فيك. هلا احنا وقت بنقول شتاء في عنا ثلاث شغلات، في عنا الهواء البارد، الهواء المتحرك، والشمس. مشكلتنا بالهواء البارد الجو شديد البرودة، وبالتالي البرد لا شك كل الدراسات بالعالم بتقول كثير بيأذي الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. وقت بتحكي على الهواء المتحرك بسبب العواصف، بسبب انخفاضات الجوية، معناتها احنا عم نحكي على انتشار الفيروسات، لأن صحيح. الفيروسات التنفسية تنتشر بالهواء. كلنا بنعرف ان الفيروسات عائلات، في فيروسات هضمية بتنتشر عن طريق الجهاز الهضمي، في فيروسات تنفسية بتنتشر عن طريق الهواء، وبالتالي وقت بيكون في هواء شديد ورياح شديدة بفصل الشتاء، فهذا حيخلي الفيروسات تنتشر أكثر وأكثر وأكثر. ما ننسى الأغبرة كمان، الأغبرة حتحمل معها كثير من المشاكل اللي بتأذي الجهاز التنفسي. الشمس غايبة بفصل الشتاء، أو يعني فترة الشروق للمغرب قليلة بالنسبة، نهار قصير والليل طويل. الشمس كلياتنا بنعرف إنه بتقتل الجراثيم وبتقتل الفيروسات، وقت بتكون غايبة وبالتالي هذا حيساعد لانتشار الفيروسات بشكل كثير كبير. ولا ننسى انه احنا الشمس عن طريقها بناخذ فيتامين د، اكيد، وبالتالي وقت بيقل فيتامين د عندنا بجسمنا، معناتها كما تفضلتي حضرتك المناعه حتتاثر، وبالتالي حيصير في عندنا امراض تنفسيه مختلفه. بنبلش اذا حبيتي بالجهاز التنفسي العلوي. الجهاز التنفسي العلوي بنبلش بالسيلان الانف العادي، رشح العادي. نعم. بعدين ممكن بعض الناس اللي تكون مناعتهم شوي ضعيفه بننتقل للإنفلونزا القريب، وبتقول قريب معناتها احنا في عنا أعراض، في عنا رشح، في عنا سيلان، ببلش الجسم يتعب وينهار ويصير في توعك وآلام بالعضلات، هذا بنسميه مثل ما حضرتك تفضلتي القريب. هلا المناعة كمان تعبانة، مريض بيدخن، مريض عنده سكر، عنده ضغط، مناعته مالها كويسة، صار عنا شيء بنسميه التهاب العصبات الحاد، هالفيروسات نزلت للجهاز التنفسي السفلي وعملت للمريض سعال شديد. نعم. مع قشع، مع ألم بالصدر، مع ضيق تنفس، وبعض المرضى اللي هن اللي بنسميهم المرضى الخطورة العالية، هدول ممكن انه يعني احيانا يحتاجوا مستشفى. اذا الفيروسات انتقلت للرئة فصار عندنا ما يسمى بذات الرئة، اللي هو مرض يعني بده علاجات خاصة وبده عناية خاصة. وبالتالي كل هالسلسلة من الأنف للرئة كلها ممكن تكسر الإصابة فيها بفصل الشتاء. تمام دكتور، خلينا نركز على موضوع القريب، وهلأ بهي الفترة بنسمع كثير عن حالات رشح، عن قريب، والناس تلجأ يمكن مباشرة للعلاج المنزلي إن كان من خلال المسكنات أو يمكن الليمون. طب خلينا نوضح أكثر، هل نحن لازم نلجأ بس هيدا العلاج أم لا نحن لازم نروح للدكتور لأنه يمكن يكون مؤشر لمرض ثاني؟ خلينا نوضح هي النقطة. حسب شدة الأعراض، حسب نوعية المريض. في مريض اللي مناعته كويسه، ما عنده امراض يعني مزمنه، ما عنده امراض بتثبط المناعه، مثلا اذا كان مريض عنده كانسر، عنده سرطان، غير مريض بصحه جيده.
العلاجات الخاصة النوعية المكثفة بتكون بهدول الناس اللي هن سميناهم مرضى الخطورة العالية. الأشخاص العاديين علاجاتهم علاجات عرضية، باراسيتامول، سوائل، فيتامين سي، راحة بالبيت بتكون كافية إنه تقضي على الجريب. طيب دكتور، بما انك من خلال حديثك ذكرت انه نحن حسب الاعراض وشده الاعراض ممكن نحن نلجا حسب نوعيه المريض حسب تمام. طيب المريض. اليوم نحن يعني كثقافه توعويه اليوم شو هي اهم الاعراض اللي ممكن تخلينا نعرف انه نحن اليوم بحاجه لطبيب وعندنا مشكله بالجهاز التنفسي؟ الاعراض اللي انا بدي استنتج من سؤالك الاعراض الخطيره. نعم، الاعراض الخطيره هي الحراره العاليه اللي ما عم تتحسن على اي نوع من أنواع انخفاضات الحرارة، السعال الشديد، ضيق النفس اللي ممكن توصل المريض إنه هو إحساسه بالاختناق وبيصير عنده نقص بالأكسجين. هي أعراض خطيرة. إيمتى ممكن تبين على المريض دكتور؟ يعني بيبين المريض مريض عم يعاني، بيقول لك أنا عندي ضيق نفس، أنا ما عم بقدر أتنفس، أنا سعالي شديد لدرجة إني أنا عم بحس حالي عم بختنق. فالمريض بيعبر عن هالشكوى بهذه الطريقه. قصدي فتره الاحتضان لظهور هي الاعراض للفيروس حسب المريض. في ناس الفيروسات بسرعه بتروح، في ناس بدها اسبوع لحتى تظهر وتتفاقم عنده حسب قديش هو تعرض. كم يعني هلا انا وقت بكون العدوى عندي بمكان مغلق، ليش الشتاء فيه مشكله؟ لانه الناس كلها ترجع بيوتها بكير، يقعدوا بغرفه واحده غالبا اللي فيها يعني جهاز التدفئه، وبالتالي اذا واحد كان مصاب فبيصيب بكل الاطراف افراد العائله، وخاصه الاطفال بيروحوا على الحضانات، الطفل حامل للفيروسات اكثر ما بينصاب. اكثر من الدراسات انه اللي بيشتغلوا برياض الاطفال وبالمدارس اللي تهتم بالاطفال، هدول العاملات والاطفال هن اكثر ناس بينصابوا، بيحملوا الفيروس بيصيبوا اهلهم، وبالتالي الاماكن المغلقه بفصل الشتاء هي فرصه انه الفيروسات تنتشر بسرعه. تمام دكتور، نحن بنعرف انه بتكثر الامراض التنفسيه بهيدا الوقت، واذا فينا نقول انواع عديده لهي الامراض التنفسيه. طيب خلينا نحكي بشكل خاص عن الالتهابات الرئويه، شو اسباب الاصابه فيها اكثر؟ مين هنون الاشخاص المعرضين اكثر للاصابه؟ وكيف نحن قادرين نعالج هذا الموضوع؟ وقت الفيروسات او الجراثيم بتصل للرئه معناتها وسائل الدفاع الذاتيه المناعيه عند الانسان ما كانت شغاله بشكل صحيح. هلا احنا بنعرف انه الانف بيشتغل شوفاج بالشتاء وبيشتغل كونديشن بالصيف، وبالتالي مسؤول الانف على تدفئه الهواء بالشتاء وتبريده بالصيف. في اليه موجوده بالانف دون ما ندخل بتفاصيل معقده. في شيء بالجهاز التنفسي اسمه الاهداب التنفسيه، شكلها مثل بالمجهر تحت الميكروسكوب، شكلها مثل فرشاه الاسنان، مثل امواج البحر تتحرك تطرد المفرزات من الم... من ال... من 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 عمق الرئه ل... 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 للجهاز التنفسي العلوي. وقت بتتعطل هي، وقت بتتعطل معناتها الفيروسات قدرت تصل او الجراثيم قدرت تصل للرئه، وبالتالي صار في عندي التهاب بالنسيج الرئوي. هذا اللي بيعمل ضيق النفس، بيعمل حراره العاليه، اللي بيخلي احيانا الجراثيم تنتشر بالدم. في ناس بيتجرسم دمهم بسبب انه هالجراثيم فاتت للجهاز للدم وعملت لهم تجرسم دم. في ناس بيموتوا من ذات الرئه، خاصه الناس اللي بياخذوا علاجات كيماويه، الناس اللي عنده سكر ما له ضابط ما بياخذ علاجه، عنده ضغط، عنده مشاكل بالقلب. هدول الناس الاصابه الجرثوميه او الفيروسيه بتكون قاتله احيانا، تكون قاتلة أحيانا وخطيرة جدا. شفنا كثير حالات وفاة دكتور بسبب ذات الرئة، يعني وخاصة ضمن السنوات السابقة، وكونه ذكرنا ذات الرئة اليوم عم نحكي نحن مو انفلونزا عادية، اليوم في درجات بالخطورة يعني. طيب اليوم وقائيا نحن انفلونزا في يعني بنعرف وقائيا كيف نحن قادرين نحمي حالنا وأطفالنا، ذات الرئة هل وقائيا نحن قادرين أيضا نتجنبها؟ طبعا أنا خليني آخذ هذا الثالوث، الهواء البارد علاجه التدفئة المناسبة. تمام، الهواء المتحرك علاجه انه انا وقت بدي اطلع من بيتي بدي اخذ كل وسائل الوقاية، ما اتعرض للهواء المناطق العواصف اللي فيها عواصف. التغذية الجيدة كثير مهمة، مثل ما قلت التدفئة، الاكسار من السوائل. في دراسات على الفيتامين د يتاخذ بفصل الشتاء اكثر من غير فصول لانه بيرفع المناعة، لانه مثل ما قلنا فيتامين د ما موجود في نقص عند كل السكر، فممكن الغذاء يكون غني بالفيتامين د. الالبان، الاجبان كلها هي غنيه بالفيتامين د.
الوسائل الوقاية الفردية، غسل اليدين، حط كمامة، ما نقعد كثير أماكن مغلقة. صح. وآخر شيء واللي هو أهم شيء اللي هو غالبا ما الناس عندها خوف منه اللي هو اللقاح، لقاح الإنفلونزا. يعني هذا صار معتمد عالميا بكل الكرة الأرضية، كل المراجع الطبية الحديثة بتأكد على لقاح الإنفلونزا. تقصد موسمي دكتور؟ فاكسين. هذا لازم يتاخذ ببداية الخريف. بسوريا الخريف ببلش بأيلول. هلا هالسنة ما عم نعرف ايمتى ببلش. يعني الفصل يعني الخريف غالبا بأيلول ببلش، وبالتالي المفروض يتاخذ هذا اللقاح. هذا اللقاح بيعمل وقاية لشيء سميناه بزماننا إنفلونزا الخنازير، والفيروسات الإنفلونزا اللي هي فيروسات قاتلة، ما لها فيروسات حبابة. في فيروسات حبابة حميدة بسيطة، في فيروسات قاتلة. هذا الوعي بلقاح الإنفلونزا، الناس دائما عم تربط بينه وبين لقاح كورونا، ولانه لقاح كورونا عمل بعض شوية مشاكل بسيطة. يمكن دكتور لانه الناس بتخاف انه بتكتر الإصابات، يعني حدا بيقول لك انا اخذته وصار عندي نزلات كثير. لا هذا كثير، هذا كثير يعني دعايات شعبية ضد اللقاح. الشغلة الثانية، لقاح بيسموه لقاح المكورات الرئوية، لقاح جراثيم الرئة. هذا لازم يتاخذ كل 10 سنين للناس اللي هن عاليين الخطورة، ناس فوق 65 سنة، ناس عندهم كانسر، ناس عندهم قصور قلب، الأطفال ممكن ينعطوا لعاليين الخطورة، عندهم مشاكل، عندهم تلاسيميا، عندهم سكري، عندهم أمراض دموية مزمنة. وبالتالي اللقاح بيضل يعني هو العلاج الدوائي الواقي اللي خليني أقول أنا أكثر من 90%. نعم. ومثل ما قلنا وسائل الوقاية الفردية هي بقى بتكمل المشهد المناعي الوقائي إذا صح التعبير. تمام. خلينا كمان نوضح بعد يعني سلوكيات خاطئة ممكن يرتكبوها الأشخاص وتسبب مشاكل اليوم بالجهاز التنفسي عند الناس. خبرنا أكثر، ممكن يكونوا هنون طول الوقت تحت المكيفات أو ينتقلوا من جو دافي لجو بارد، قدي في أثر سلبية اليوم على صحة الجهاز التنفسي؟ طبعا، وخاصة حضرتك إذا تفضلتي موضوع المكيف اللي بيسوق سيارة وبيشغل الشوفاج مباشرة، فهو عمليا عم بيدفع لجهازه التنفسي أغبرة وهواء ساخن. أنا بقول دائما أنه لازم تفتح الشبابيك فترة 5 دقائق 10 دقائق قبل ما تشغل. المكيفات اللي تشتغل على التدفئة كمان هي فيها مشكلة كتير كبيرة، الفلاتر ما منظفها إلا نادرا، يعني ما عندنا هالوعي أنه هذا الفلتر لازم كل شهر ينفك يتنظف. صحيح. احنا شعب كتير شعارنا الحب مسالم دكتور مسالم، وبالتالي ما بنشوف بعض بنبوس بعض على طول شغلة البوس والتقبيل. يعني هي قضية عن جد فعلا مشكلة كتير كبيرة، لأنه 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 بصير عدوى مباشرة، خصوصا إذا في أطفال. يعني كمان أنا بقدر أعبي عن محبتي لشخص دون يعني ما يعني يقوم بعملية التقبيل. قضية هي شغلة كتير مهمة جدا جدا. اليدين نظافة الشخصية، الكحول أو سبيترو، وأحسن شيء للإيدين هو الصابون. يعني قديش إحنا ممكن نستهتر بهالقصة، بناكل سندويش بدون ما نغسل إيدينا، كثير شغلات بنعملها دون ما ننتبه. أكيد دكتور، هي إجراءات جدا بسيطة، نحن قادرين يعني ما حدا ما حيقطع بإنفلونزا بقريب خلال الشتاء، ولكن يعني خليها تكون بدرجة خفيفة. شكرا دكتور مازن لحضورك اليوم، وبالصحة والسلامة لحضرتك ولكل المشاهدين. أكيد شكرا لك دكتور ولكل النصائح الطبية اللي قدمتها لليوم. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم.